إذا مشاهدي شوف تي في، تحية طيبة لجميع المتتبعين والمتتبعات. كنحييكم من عاصمة الشرق طبيعة الحال، مدينة وجدة، المدينة الألفية. إذا إخوان وأخوات، يعني كما عودتكم دائما، قناة شوف تي في، قناة الشعب، أنها كل يوم تعطيكم مستجدات الحالة الوبائية، سواء في عدد الإصابات أو عدد الوفيات. إذا الإخوان الأخوات، اليوم المغرب كيسجل 102 حالة جديدة في 24 ساعة الماضية، وصفر حالة وفاة الحمد لله. يعني الإخوان الأخوات، إحنا دابا هذه شهور الحمد لله الحالة الوبائية مستقرة، عدد الوفيات قليل بزاف، عدد الإصابات هو قليل. كنظن انه الحمد لله نحن في الطريق السليم الصحيح، باش غادي نوصلوا للمناعه الجماعيه ان شاء الله. وكنظن انه الحكومه ولجنه اليقظه، انها لجنه علميه، غادي تعطي يعني الريزيطا ديالها فينال، على اساس انه نرجعوا للحياه العاديه ديالنا بطبيعه الحال. هذا هو اللي كنتسناوه دائما، وهذا هو يعني المضمون في هذا الشيء، هذا فهاد الاجراءات، فهاد المجهودات، سواء من وزارة الصحة ولا السلطات المحلية ولا الامن الوطني، وحتى الشعب ما نساوش، لان الوعي تاع الناس، مش نهضر عليك الناس اللي ما واعيش مستهترين، نهضر على الوعي تاع الناس اللي واعيين، واللي تا هما ساهموا في هاد الشيء هذا اللي وصلنا له الحمد لله. اليوم اصبحنا الحمد لله نعيش حياتنا الطبيعية. ما معنى هذا؟ يعني كما كتشوفوا كاين أعراس، كاين أفراح، باقي غير بعض التويشيات واللعيبات كما كيقولوا اللي مازال ما تلقوش. وكنظن أنه في الأيام القادمة تقدر تتغير الأمور، تتغير الظروف، ونرجعوا للحياة العادية ديالنا 100%. وهذا الشيء اللي كنقلبوا عليه، هذا الشيء اللي عندنا في المغرب ما كانش، دول أخرى، دول أخرى باقيين كيعيشوا داك التخبط، خصوصا مع المتحور الجديد اوميكرون الذي ارعب العالم. يعني بسببه يعني توقفوا رحلات ديال الطائره، مجموعه تاع الامور اللي خلات المغرب يتخوف حتى هو يحبس رحلات ديال الطيران. وكنتمنوا له مستقبل ان شاء الله يتلقوا، باش الناس تاع الجاليه، لينا بزاف تاع الناس خصوصا اللي باغيين يديروا الافراح والحفلات وباغيين يفرحوا مع وليداتهم، خرجت لهم هاد التعنكيشه ديال السدان، لانه بزاف تاع الناس كيتسناو العائله ديالهم تعاونهم، كيتسناو معهم خوتهم يجيو من الخارج باش يفرحوا معهم. نتمنوا انه ان شاء الله تكون قرارات صائبه في المستقبل القريب بطبيعه الحال. اذا نذكركم بالحاله الوبائيه اللي هي 102 حاله جديده في 24 ساعه الماضيه، وصفر حاله وفاه. الله يرحم الناس اللي توفوا، والله يشافي الناس اللي باقيين في مصالح الانعاش المستشفيات. وحدوا راسكم هاد الايام، كاين واحد الموجه ديال الانفلونزا، واحد الموجه اللي صعيبه بزاف صراحه. نتمنوا الخير والتيسير بطبيعه الحال. شكرا جزيلا على التتبع، وتبارك الله عليكم خوتي خواتاتي.